هو ده النتيجة الإيجابية اللي أنا بتكلم عنها. هي دي النتيجة الإيجابية اللي لازم نقول إنها إيجابية فعلا، بمعنى إنه أنا أحرزت هدف، جبت التاني، جبت التالت، كنت ممكن أجيب الرابع لغاية آخر المباراة أنا بلعب وخارج أرضي وعلى ملعب صعب جدا جدا. الراجل قبل المباراة ما تحججش بأي ظروف في الحقيقة. فدايما لما عريس يجي العروسة، الأم والأب يقولوا إيه؟ الراجل ده يعني مالي مركزه. النهاردة كارلوس كيروش مالي مركزه، البدلة على مقاسه بصراحة. يعني واحد يقول ليه واللي عليه، الراجل ده هايل جدا. من ساعة ما جه وأنا بقول هذا الكلام، إن السي في بتاع الراجل ده قوي جدا 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 في الإدارة الفنية للمنتخبات. أتمنى أن هو يكمل مشواره بهذا الشكل وبهذا الأداء الفني الرائع الحقيقة اللي احنا شفناه، والبداية مبشرة. خد بال حضراتكم عشان بس ما حد، اصل انا عارف كله بيقول لك ايه، بعد ما نلاقي يشجع الاهلي يقول لك ايه، اصل انتوا بتقولوا كذا كذا وبعدين لا، ما هو ممكن يبقى الماتش الجاي وحش، هرجع هطلع اقول لحضراتكم ان هو اساء التصرف في الناحيه الفلانيه او في الحاجه الفلانيه. لكن النهارده اداء جيد، واتكلمنا عن استبعاد قفشه، واتكلمنا عن اداء شريف، لكن النهارده بنقول له برافو، اداء رائع. هو ده منتخب مصر، هي دي شخصيه منتخب مصر، هو ده الراجل اللي مالي هدومه، ان اللعيبه كلها موجوده وواقفه على رجليها، وتحس ان الكره رايحه جايه، على الرغم اللي ما لعبش على الترتانه يا شباب، وانا عارف ان كل جمهور النادي الاهلي لعب في الترتانه الخماسيات والحاجات دي، فانا عارف ان الناس كلها عارفه قد ايه هو ملعب صعب جدا جدا، مش ملعب سهل ومش اداء سهل بيتلعب عليه، الكره بتمشي عليه بسرعه وبتجري وبتنط بتروح شمال. يعني حضرتك يعني المباريات اللي على النجيل الصناعي دي بتبقى مباريات صعبه جدا جدا، ولكن أداء رائع، أداء جيد. ألف مبروك لمنتخبنا الوطني، لا يشوب الموضوع النهاردة إلا طبعا لنا كمصر وكأهلوية إصابة كابتن محمد الشناوي. وزي ما قلت لحضراتكم، أتمنى على الجهاز الفني أن هو يخرج بتصريح رسمي يقفل بيه باب الاجتهادات، لأنه الموضوع فيه اجتهادات كتيرة جدا جدا جدا، ولو محدش قفل باب الاجتهادات كله هيجتهد وكله هيطلع يتكلم. انا عندي اخبار وفلان عنده اخبار وده عنده اخبار وده عنده اخبار وده عنده اخبار، في النهايه هي اجتهادات، كل واحد بيجتهد من مصدر ليه جوه المنتخب او بره المنتخب علشان يطلع يقول الحقيقه للجمهور اللي بيتفرج عليه. فعشان كده اتمنى ان يخرج تصريح يوضح حقيقه ما حدث النهارده للشناوي او حقيقه اصابه الشناوي، بس ما حدث ما قبل وما بعد من حق جمهور مصر كله يعرف ايه اللي حصل قبل المباراه، لو كان في حاجه حصلت، او بعد المباراه لو كان، او اثناء المباراه او بعد المباراه لو كان في حاجه حصلت. وان شاء الله نقفل الموضوع ده لانه احنا فرحانين، انا شخصيا فرحان جدا بالاداء، سعيد بالاداء، مبسوط بالاداء. كل الجمهور، كل الناس اللي بعتالي بتقول لي ان هم مبسوطين بالاداء والشكل وكل حاجه، ولكن هي موضوع محمد الشناوي اللي عايزين نعرف ايه اللي هيحصل في هذا الموضوع.